السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والأمة الإسلامية بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم أعدادا مددا. كل واحد في الحياة عنده هدف أو مجموعة أهداف، من أول البسيط اللي عايز يأمن لقمة عيش لعياله لحد العظيم اللي عايز ينقل البلد بحالها نقلة كبيرة. منها الطيب اللي عايز يعمل الخير وبس، ومنها الشرير اللي مالوش غير في أذية الناس الطيبين. علشان تحقق هدفك لازم تمشي طريق قصير أو طويل، ممهد أو وعر. زي ما قال الدكتور مصطفى محمود، كلما عظمت الأهداف طال الطريق. والحياة لا ترفع القبعات إلا للمكافحين الذين يخاطرون بأكثر من بداية ويجربون أكثر من مرحلة. لذلك اتعب واجتهد وكافح، فلو هدفك يستحق اوعى تستسلم للإحباط أو تستسلم للأشرار، سواء كان هدفك صغير أو هدفك كبير. عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. في البداية أرحب بصديقي محمد صبحي، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. وزي ما الأستاذ مصطفى قال إن في بداية الطريق لازم الإنسان يكون ليه هدف، ويكون بدافع، يكون ليه دافع يمشي وراه، إن هو يكون عنده إرادة وطموح إن هو يوصل لهدفه مهما كلفه الأمر من تعب وتعنت في الحياة. حتى لو كنت شايف إن الهدف ده صعب المنال، لازم تتعب وتجتهد حتى تصل إلى ما تريد. ولابد أن يكون كل إنسان مننا عايش ليه هدف أو ليه نقطة في الحياة عايز يوصل لها، كيان أو شخص ما عايش لأجله. ودي فكرة حلقة اليوم بنجمنا اللي مشرفينا النهاردة، فرقة الغناء الشعبي، أستاذ إيهاب حمدي وأستاذ محمد حمدي وأستاذ محمد عرفة. استاذ محمد حامد واستاذ ايهاب حامد واستاذ محمد عرفه، نحب نتعرف بيكم اكتر. كلمنا عن نفسك يا استاذ ايهاب. انا اول ما بدات كنت بغني. علي صوتك، احنا قاعدين في قاعده عربيه يعني ما تقلقش، علي صوتك كده عشان الناس تسمعك. اول ما بدات كنت بغني، كنت بسمع صوت محمد اخويا، كنت بغني وبسمع صوته، حبيت الغنى، حبيت الغنى، دنيتني اغني لقيت لما ناس قالوا له صوتك جميل، بس انا ما لقيتش الأستاذ محمد عرفة صديقي وعرفني في فرح. انت في سنة كام حاليا؟ انا في اولى اعدادي. في اولى اعدادي وبدات غنى من زمان ولا لسه قريب؟ لا، وانا في تانية ابتدائي كده كنت بغني مع ورا محمد اخويا، كنت هو قاعد كده بغني مع وراه لحد ما حفظت الغنى وحبيتها. طيب محمد، عاوزين نعرف قصتك. انا بدايه الغنى كده كانت مدرسه خاصه، والدي مدخلني فيها، فعرفت نمو الفكره في دماغي اللي هو ايه، مجموعه مثلا اللي صوتها حلو، المواهب عنده موهبه بيأديها، فكبروا الفكره عندي وخلوا يعني اتعلمت واتدربت كتير على الغنى لحد ما بقى وصلت للدرجه اللي انا فيها دلوقتي. بقى صوتي كويس، مفيش اي غلطات، بقى صوتي كويس الحمد لله. وبقيت ياخدوني حفلات عندهم في خاصه تبع المدرسه، بقيت انا بحضرها وبغني فيها. بس دي بدايه يعني من سته ابتدائي تقريبا الكلام ده. وبدات يعني من سته. عندك كم سنه او في مخلص ايه حاليا؟ انا عندي 19 سنه. يعني حوالي 9 سنين او 8 سنين. يعني دلوقتي انا بحييكم على الموهبه اللي عندكم ديت. شكرا. وزي ما بنقول اللي دايما الاغاني الشعبيه دوشه وهيصه ولمه وافراح شعبيه وارستقراطيه، شغلونا هم في كل مكان، من ليهم جمهور معين وجمهور ثاني مش على مزاجه سمحهم. علشان كده عايزين نستمع اول اغنيه من ايهاب. اتفضل. بدار وفضحني وما بخبي وجعلني من اصحابي وخلاني وضيت اللي معنداني، واقول جايز يحسوني ويردوني ما يتكوش يضايقوني، ورغم وجودي وياهم وعايش واحدة هتلاقيني وتلو فجأة مش مني، ده سعد فوق مني اعيط واجرح حنني، وعمري ما قلتها يا
فاكرني ارجع اسامح من تاني، سيبوني ربنا يهني ما حدش يبكى علشاني، كل ما اقولها تتساوى يا جرح وبكره تتداوى، كل ما اقولها تتساوى يا جرح وبكره تتداوى، بيقلبوا الاسوى غباوة واصرخ بصوت اتحياني بدار الله. جميل جدا، صوتك رائع ما شاء الله. وهنكمل سهرتنا ديت ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مع المواهب اللي منورنا النهارده واللي هنستمع لادائهم الرائع، والتي نتمنى لهم طريق ممهد ولا يكون فيه اي صعوبه. خلينا نستمع للموهبه الثانيه وهو الفنان محمد حامد. تحب تسمعنا النهارده اغنيه كده الاستاذ الفنان رامي صبري؟ اتفضل. لو كان عليك عرفك هتنساني في ثواني، مش هيفضى كتير مكاني، من الليله ده انا هبقى ماضي وذكرى ليك. لو كان عليك صعب تبكانك عليا، مستحيل هتحني ليا، وانت بعت هوانا ضيعته بايديك، ما سالتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك، طب اقول لك ايه ويفيد بايه كل الكلام وهيفرق ايه، ما سالتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك، طب اقول لك ايه ويفيد بايه كل الكلام وهيفرق ايه. مين من المطربين الكبار اللي انت بدات تسمع لهم او بدات يعني ان هم يجذبوك للغنى وان انت تفكر ان انت تقلدهم في يوم من الايام؟ اللي فكرت ان انا اقلده في يوم من الايام الفنان الكبير عمرو دياب، والفنان الكبير تامر عاشور، واستاذ رامي صبري بس. وفي يعني بحب ناس كبار قوي يعني مشهورين جدا زي استاذ حلمي بكر، الناس دي مثلا يعني. وحضرتك يا استاذ ايهاب؟ الاول كنت مهتم بالغنى ده. علي صوتك بس يا استاذ. الاول كنت مهتم بالغنى ده وحبيته. طيب. لان دلوقتي بحبه كل حاجه. بتسمع لمين؟ لا حمد الليسي. استاذ حمد الليسي بس ولا ده مغنيين كتير يعني؟ انت حافظ حاجه دي؟ حافظ حاجه دي؟ ما انا كنت مغنيها بدري. هو اللي لسه مغنيها من شويه. طب مين تاني عاوزين نسمع اغاني تانية؟ كمال. عمر كمال؟ محمد سلطان. لا خلينا في عمر كمال اولا. سمعنا ليه؟ ويلي بالخربة يابا ويلي، ويلي ويلي ويلي، بعد سنين في الغربة شافوني قالوا لي جايب ايه من بره، قلت يا ريتهم لو سالوني انا في الغربة بكيت كم مرة، جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس ويا ريت ياخدوها ويردوني، شباب ضاع مني سنين مت وهم عاشوها، على ايه بس يا ناس حزنني، وش اما فيكم ما سعد مني، انتوا ما عشتم احلى سنينكم وانا في الغربه ما عشت سني، انا الكبير قبل اواني وبختي للغربه راماني، خدوا مني كل اللي جمعته وارجع صغير من تاني، انا راح عمري الم ودموع، انا عديتها سفر ورجوع،
وتغربت في عز فرقتي، كتبوا لكل الناس عين وانا، وانا كتبوا لي غريب في بطاقتي، تمن الغربة دفعته بدمي بسنين فيها بعيد عن امي، وما نويت ارجع علشانها زمن راح تزود همي. مين في الغربة يا ناس مبسوط؟ مين على راحته مش مضغوط؟ مين يتحدى يقول مش خايف انه بعيد عن بلده يموت؟ خد نصيحة وهو تجرب، كلها في بلدك دقة وقرب، انه بعيد عن بلده يموت. يعني صوت جميل جدا، وعاوز اعرف يعني الاغنية بتاخد منك وقت قد ايه حفظها؟ بتاخد منك ساعات، بتاخد منك ايام؟ لا ساعات. ساعات وتحفظها كلها؟ بس اكون مركز معاها. اه، وعارف معانيها؟ اه والله. اه والله. طب الاغنيه دي بتتكلم عن ايه؟ الغربة، عن اني بسافر بلد. اه. وبحزن وانا من صغري وانا مسافر. وبحزن في البلد دي محدش بيسال فيا. فهو بيحكي عنها. اه. طب جميل جدا اللي انت عارف معاني الكلمات اللي انت بتقولها. وبحس بيها. اه. بحس بيها قبل ما اغنيها. هي دي الشعور اللي انا حبيتها. شاركتي في ايه قبل كده؟ زي ايه؟ حفلات، في افراح، ايه اللي شاركتي فيه؟ يعني ايه مثلا في افراح؟ كنت فرح ناس قرايبي، كان بيطلبوني هم، كنت بقى عشان صوتي كان ليهم يعني معرفاني، الناس بيحبوني. تمام. بيحبوني وكل حاجه. تمام، سمعوك فحبوا صوتك. اه تمام. نرجع للاستاذ محمد عرفه. عرفت الفريق ازاي؟ المكان اللي جمعك بيهم لاول مره شفتهم فين؟ سمعتهم فين؟ هو الاستاذ هاب جار يعني من البلد، من عندنا. تمام. انتوا منين؟ احنا من بلبيس. اه، اهلا بيك. اهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم. وصوته عجبني يعني، كنت شفته في فرح وصوته عجبني موت. وراح بعد كده راح حفله في اسكندريه ورحت معاه، واي فرح بروحه بروح معاه يعني، بعرف الميعاد وقت ايه وبروح معاه عشان اسمع صوته. حتى لو ما فيش فرح، وفي فرح مثلا يعني الناس شعبيين جنبنا عاملين فرح على القد. ابعد مكان مثلا هو وصل وانت رحت وراه؟ انا رحت معاه اسكندريه. رحت وراه اسكندريه؟ اه، عشان تسمع صوته. عشان اسمع صوته. ما شاء الله صوته جميل. صوته روعه بصراحه يعني. وفي برضه بيبقى حاجات شعبيه جنبنا كده يعني، مش عاملين حاجه اللي هي، بيروح برضه يغني فيها، ناس حبايه معاه يجيبوه من البيت مخصوص. اه، بيأدب. اه، عيد ميلاد، اي حاجه بروح. انت بتجيب له شغل على كده بقى ولا ايه؟ يعني في مش عادي شغل برضه بروح بشجعه يعني، بشجعه ان هو يروح الفرح يعني، يقدم فيه اللي هو عايزه. انت معاك ايه؟ انا معايا دبلوم تجاره. اه، وانت يعني معجب بالموهبه؟ اه، صوته جميل. بإيهاب ولا محمد اكتر؟ يعني إيهاب، انا صوت محمد، صوت إيهاب يعني، انا اسمه صوت إيهاب. آه. قبل كده انا إيهاب هو اللي يعني بروح افراح وبغني اكتر من محمد. إيهاب مشهور عن محمد. طب جميل جدا. مشهور. طب في البلد حفلات بيروح، لو في حاجه يعني على قد كده، حفله ناس عاملين سابع كده، بروح برضه بيقدم، بيروح يقدم فيها. اه، طيب يعني حاجه كويسه جدا، وناس بتطلبه مخصوص يعني، بروح هو يعني يكون في السن ده ويكون عند الموهبه. تمام. الجميله دي. اه حضرتك يعني مشهور في البلد عندنا. اه طيب، بالمناسبه دي بقى عاوزين نسمع كده عمل مشترك بينكم، تسمعونا ايه؟ هنسمع اغنيه كده صغيره لادم، الفنان كبير ادم. يلا. كل واحد عنده سر جوه منه ومداريه، دي الحقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي. وانت أقرب حد ليا يا حبيبي، لو عليا كنت بقولك بس خايف. أيوة خايف، وأعمل إيه؟ كل ما اجعش انا صرحك فجأة انا بيمنعني شوقي للي انا بنيته في ليالي، كل ده يتهد فوقي. كل ما تقدم دي خطوة في لحظة برجع خطوتين، خايف احكي لك حياتي تيجي تسألني انت مين. جميل، تقريبا انتوا وارثينه عن والدكم او حاجه، لان هو
ما شاء الله صوتكم جميل انتوا الاثنين. في العيله كلها كده حضرتك يعني. العيله كلها صوتها جميل. العيله كلها مغنيين. اه والدي برضو مؤذن في مسجد. ما شاء الله. صوته جميل جدا في القران وفي الاذان. بيشجعكم انكم تكملوا في طريق الغنى؟ اه هو بيشجع الموهبه برضو. بيشجع الموهبه. مش عايزها تفضل موجوده. طيب ايه هي الاعمال اللي انتم الاستاذ ايهاب مجهزها الفتره الجايه ان شاء الله، او ايه هي الحفلات اللي هتعدي عليك الفتره الجايه ان شاء الله؟ اغاني محمد سلطان. ايوه اغاني يعني محمد سلطان. لا يعني هو قصده ايه الفرح اللي قصده ايه الفرح الجاي ان شاء الله، او الحفله اللي انت هتقدمها قريب ان شاء الله؟ في ولا في البلد؟ في فرح في البلد. في فرح برا البلد. اه فاسمها التل الكبير. عينك فيه؟ اه في التل الكبير. اه الناس جم. كنت بغني في فرح، الناس اول ما نزلت من الفرح قالوا له 1 2 3 قالوا في فرح يوم الخميس. اه انا هروح بقى. بيقول لك انت مخصوص وقالوا لك كده؟ آه. والله اه وعزمونا على الشاي بس انا ما رضيتش. بس اللي هو الفرح يوم اللي هو يوم سمعوا صوتك وحبوه. اه تمام. قالوا له تعالى، قلت لهم ان شاء الله. اه طب ناخد المداخله ده من الاعلامي الكبير محمود سمير ربنا يشفيه. استاذ محمود اهلا بيك يا استاذ مصطفى. عامل ايه؟ الصحه عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله تمام والله. الف سلامه عليك. تمام الحمد لله والله. اتفضل. عاوز تقدم حاجه لجمهورك اللي حزين عليك؟ طبعا يا استاذ مصطفى، اولا انا اهلا بيك واهلا بكل ضيوفك الكريمين، ودايما يا رب كده متالق في برنامجك المسموع الهادف. اولا الحمد لله رب العالمين، طبعا وقبل كل شيء يعني انا بهني الامه الاسلاميه جميعا بمناسبه المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير جميعا، اعاد الله علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. طبعا انا بطمن كل جمهوري، انا الحمد لله حاليا اجريت العمليه بخير وسلام ورجعت البيت الحمد لله رب العالمين، بس حاليا متابع يعني مع اجراءات الطبيب المعالج الدكتور محمد عبد الحميد لحين استكمال يعني شفائي ان شاء الله خلال شهر كده باذن الله، ونرجع تاني ان شاء الله. ربنا يشفيك دايما يا رب ويتنور الشاشه من جديد تاني. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، ربنا يخليك. وانا بتقدم برضو من خلال البرنامج بالشكر لكل زمايلي الصحفيين والاعلاميين، طبعا حضرتك والاستاذ محمد صبحي برضو لدعمكم الدائم ليا، ودايما كنت بتساعدوني طول الفتره الماضيه بصراحه يعني، لكم مني كل الاحترام وكل التقدير، وطبعا مش صحفيين واعلاميين بس يعني كل الجمهور والله كان دايما في ظهري، والناس كلها كانت دايما بتساندني. انا مبسوط جدا يعني على الرغم الالم اللي الواحد فيه، لكن انا مبسوط جدا من حب الناس ومساند الناس ليا ودعم الناس وخوف الناس عليا. والله دايما يكون ربنا محبب خلقه فيك، ودايما تكون بصحه وعافيه يا رب، وشكرا للمداخله الجميله ديت. نرجع بقى للموهبنا اللي مشرفنا، عايز بقى ايه من يعني ايه من انت قلت في البدايه انا عاوز حاجه للسلطان صح، وقلت لك خليها في الاخر، عاوزين بقى نختم بيها. صرع علينا يا رب، ده احنا اتملينا غباء، ازفن وناس وكد ومصلحة وانفاء، وبقينا ليه بنحب نقطع الأجزاء، ده الرزق مش على حال.